عليكم طلاب، راح نبلش المسألة الأولى فيزياء. هي تختلف لكتشر 1 بين الجروبين، لكن أنا راح أشرحها الاثنين على أساس إنه هي لكتشر 1. زين، هنا عندكم يقولكم light has some interesting properties many which are used in medicine. الضوء له خصائص مميزة واللي أغلبها طبعاً كلنا نستعملها بالطب. هنا أنا هاي أنتم تجون تحفظوها كاملة، إنما راح تفهم المعنى، احتمال إنه هي تجيك صح وغلط، يعني ممكن هي نفس الكلمة بس يغير من عندها بحيث تقلب المعنى. مثلاً هنا أنا the speed of light، سرعة الضوء، it goes from material to another. طبعاً سرعة الضوء تختلف باختلاف الوسط اللي هو بيه، يعني مثلاً هنا أنا عندكم هذا مي وهذا هواء، سرعة الضوء بالهواء أسرع مما هي تكون بالمي، لأن هي راح تتعرض لشيء اسمه refraction، انكسار. لذلك احنا نقول هنا ratio of speed of light in vacuum to the speed of given material. لذلك هم يحسبون كمؤشر على سرعة الضوء، هي سرعة الضوء بالفراغ إلى نسبة إلى سرعة المادة اللي هو داخل بها، يعني سرعة الضوء بالمادة اللي داخل بها سواء كانت مادة صلبة أو سائلة أو غازية. Light behaves both as wave and particle. يقول احنا الضوء قبل كانوا يعتقدون انه الضوء فقط جزيئة، وراها قالوا لا الضوء موجة، وراها اجى عالم قال لا الضوء يجمع ما بين الخصائص الاثنين، يجمع ما بين الضوء وما بين الموجات، فهو عنده خصائص ضوئية وخصائص موجية. يعني بالنسبة الى كونه موجة، يعني شلون اوصف لكم هنا as wave to produce interference and diffraction، هنا راح يصير بي نوعا ما من الاختلافات. As a particle it can absorb by a single molecule، هنا يعني هنا احنا ممكن يظهر عندنا يقول كموجة يصير عنده بي ظاهرتين اللي هي التداخل والحيود interference and diffraction، لكن كجسيم ممكن ان هو يصير بي امتصاص. زين، من شيء يعني شو التداخل والحيود؟ التداخل انه شيء يدخل بشيء، مثلا انتم جربين تحطون تشغلون لايتات اثنين هيك واحده على الاخ، هذا اسميه اني تداخل. اوكي، الحيود انه هو يكون يمشي باتجاه واحد ما يمشي بعده اتجاهات، يعني بهالشكل انتم تسلطون حزمه من الضوء، تسلطون حزمه من الضوء بهالشكل هذا راح تلاحظون انه هي تمشي باتجاه واحد. زين، when the light is absorbed its energy generally appears as heat. يقول احنا الحرارة من يتم امتصاصها، الطاقة مع الضوء، يعني انتو الضوء يتم امتصاصه، احنا نعرف انه اي شيء بالكون بشنو بطاقة، فالضوء كذلك من يتم امتصاصه الطاقة مالته راح تطلع على شكل شنو، على شكل حرارة. اوكي، وهذه خاصية this property is used to IR light heat tissues. يقول هذه الخاصية نستخدمها للأشعة تحت الحمراء لتسخين الأنسجة، أي نوع كان من الأنسجة يستخدمون للأشعة تحت الحمراء. زين، اللي هي نوع من أنواع الضوء، الضوء يقسم إلى 3 أنواع، الضوء العادي، ضوء الأشعة تحت الحمراء والفوق بنفسجية. طبعا تحت الحمراء والفوق بنفسجية اثنيناتنا احنا ما نشوفه بالعين المجردة، ما نشوفه، احنا عندنا القابلية فقط على أنه احنا نشوف الضوء العادي. زين، sometimes when a light proton is absorbed, lower energy light proton is emitted. This property is known as fluorescence. يقول إن بعض الأحيان sometimes when light proton is absorbed من الضوء يتم امتصاصه lower energy light proton أقل طاقة للبروتون is emitted. يقول هنا طبعا هنا فوتون، العفو مو بروتون، الفوتون هو عبارة عن جزيئة الطاقة، is emitted يعني راح تنبعث، the property known as fluorescence. يقول احنا من يتم امتصاص طاقة الفوتون فأقل طاقة يملكها هاي الفوتون راح تنبعث مهما كانت، وهذه الحالة شي يسموها خاصية الفلورنس، يعني التألق، يعني شوفوا مهما كانت الطاقة الصغيرة اللي موجودة بالفوتون فهي راح تنبعث، انه راح نشوفها بالعين المجردة. Light is reflected to some extent from all surface. There are two types of reflection. هنا الشبيه الضوء is reflected يعني راح ينعكس على كل الأسطح. There are two types of reflection. وعندنا نوعين من الانعكاسات. أول نوع اللي هو diffuse reflection، وعندنا specular reflection.
هنا عندنا الانعكاس المنتشر والانعكاس المرئوي. الانعكاس المنتشر occur when through surface scattered lights many directions. هنا شوفوا اشرح لكم فكرة الديفيوز. الديفيوز انه انا عندي هنا سطح وهنا راح يجيني ضوء، اوكي، راح ينعكس بهالشكل هذا بكل الاتجاهات تقريبا، او مثلا عندي سطح صار بهالشكل هذا او متموج، فشوفوا راح ينزل هنا وينعكس، هذا أنا أسميه diffuse reflection، أي السطح أو الضوء من راح ينزل على السطح راح ينعكس بكل الاتجاهات، بينما specular reflection إنه هو لا، فشي مثل المرآة، هنا يقولكم يتم الحصول عليه من سطح أملس very smooth surface، يعني بهالشكل هذا راح يصير انعكاس واحد بس للضوء، أوكي. Measurement of light and unit، وحدة قياس الضوء، okay and its units، الضوء يعني وحدة قياس الضوء. المايكرون هو 1 × 10^6، الأنجستروم 1 × 10^9، النانومتر العفو أنجستروم 1 × 10^10، النانومتر 1 × 10^9. اوكي يقولكم يتم تعريف الفئات الثلاثة، الأشعة الفوق بنفسجية والأشعة تحت الحمراء اللي نستخدمها لقياس الطول الموجي. هذه هي وحدات قياس الضوء، اوكي، 10^6، 10^9، 10^10. زين هسه الالترا فايولت اللي هي فوق البنفسجية، الأشعة عندي الفوق بنفسجية، احنا بيش يتم قياسها؟ يقولكم قياسها من 10 من 100 الى 400 نانو متر، يعني هنا من 100 إلى 400 نانومتر، أوكي، يعني 10^9، من أقول لكم نانو 10^9. زين الـ visible light اللي هو اللي يشوفه بالعين المجردة من 400 إلى 700 نانومتر. زين الـ IR اللي هي تحت الحمراء من 700 إلى 10^4 نانومتر، أوكي، فأحفظها. طبعاً هي سهلة إنه من 10 إلى 400، أتذكر إنه بعدها من 400 إلى 700، وهاي من 700 إلى 10^4. زين نجي على الاندوسكوب. الاندوسكوب اللي هو شنو؟ واحدة من تطبيقات الضوء. احنا ليش ندرس موضوع الضوء من اساس؟ هسه واحد يدرس يقول اني كصيدلة شنو الفايدة انه اني ادرس اصلا موضوع الضوء؟ موضوع الضوء يا عزيزي يفيدك انه انت تعرف الاجهزة الطبية بشنو تفيد. زين هنا مثلا عندنا الاندوسكوب، a number of instruments are used viewing internal body. هنا يقول انه هو شنو؟ هو عبارة عن جهاز نشوف من خلاله داخل الجسم كتجاويف، شنو هي التجاويف الداخلية نقدر نشوفها، هذا من هو الاندوسكوب. السيتوسكوب is used to examine bladder، هذا نشوفه على مود نفحص المثانة مال الجسم، هذه المثانة اللي هي عضو من الجهاز البولي، فنشوفه على مود نفحص المثانة. زين البرونكوسكوب، البرونكوسكوب هذا نستخدمه على مود نشوف مجرى الهواء بالرئتين، اوكي، من اسمه برونكو، برونكاي اللي دارس تشريح وأنسجة يعرفه، اللي هي الحويصلات الهوائية، أوكي، يعني وهذا يقول يعني شوفنا إنه المناطق المرنة الموجودة بالرئتين اللي يصير من خلالها التنفس، طبعا هنا هذا لازم يدخلون من خلاله مثل ما تشوفون هنا، يعني في شغلات فليكسبل، اشياء كلش مرنه ما يقدرون يدخلون من خلاله اشياء رجت، يعني ما يقدرون مثلا يدخلون انبوب عدل بهالشكل، لا يدخلون صودا تكون مرنه، لانه هي الحويصلات مالتي تكون متشعبه. كذلك الحال، كذلك الحال بالنسبه هاي، احنا طبعا اشبه لكم اياها نسميه ناظور، فهذا كذلك الحال بالنسبة للناظور مال الأمعاء، مال الأمعاء الدقيقة والغليظة، كل ما يكونن صليبات، لا يكون جهاز طبي وأكو من خلاله مصدر من الضوء لكن يكون مرن. زين هسا نجي على الأبليكيشنز، أبليكيشنز اللي هي التطبيقات، تطبيقات الألترا فايولت اللي هي الفوق البنفسجية. هنا مثلا UV photons energy that visible and are because they are higher energy، دي يقول لنا إنه الفوق بنفسجية وهذه الأشعة الفوق بنفسجية have energy greater than visible and IR، الفوق بنفسجية عندها طاقة أعلى من الأشعة تحت الحمراء والفيزبل الضوء الاعتيادي because they are higher energies، بسبب الطاقة العالية مالتهم،
هما يبدأ يكون طاقة على من المرئية ومن تحت الحمراء. are most useful than IR photons. هسه الفوتونات، الفوتونات اللي هي الجزيئات الصغيرة مع الضوء مع الفوق البنفسجية أعلى من تحت الحمراء. UV can kill germs and used to sterilize medical instruments. يقول إن إنه هذه عدها القابلية على إنه هي تقتل النطف، بالإضافة إلى كونها يستخدموها للتعقيم الأجهزة الطبية. إذا تلاحظون مرات مثلا تروح لطبيب الأسنان وهيك شيء يحط مالته العدة أو الأدوات الانسترومنت بجهاز، هذا الجهاز يحتوي على أشعة فوق بنفسجية من شأنها إنه هي تقتل الميكروبات أو الجسيمات الغريبة اللي موجودة. وين اللي موجودة بهذه الأدوات بسبب طاقتها العالية. UV produce more reaction in the skin and some these reaction are beneficial and some harmful. يقول إن إنه الأشعة الفوق البنفسجية تنتج لنا تفاعلات أحيانا على الجلد. وين على الجلد؟ يقول أحيانا تكون مفيدة وأحيانا شو تكون ضارة. beneficial effect، التأثيرات المفيدة إنه هي conversion molecular product skin vitamin D. طبعا أشعة الفوق البنفسجية موجودة بالشمس، فأنت واحد من يتعرض للشمس، شوف حتى الشمس يقول لك أنت من تريد تتعرض للشمس عندك نقص فيتامين دي 3 مثلا على سبيل المثال، أخذها مثلا ساعة 8 الصبح ساعة 9 الصبح من تكون الشمس مو كلش قوية. ليش؟ لأنه هنا طاقة الأشعة الفوق البنفسجية تكون أقل ما يكون، فمن تتعرض لها أوكي راح تكون مفيدة، لكن مثلا يقول لك لا تتعرض لها ساعة 12 أو بالوحدة من تكون طاقة كلش عالية. ليش؟ لأنه هاي راح تكون harmful واحتمال راح تؤدي إلى تكون خلايا سرطانية. زين harmful effect it can use sunburn، تسوي لي حروق بالجلد، أوكي تسوي لي cancer، تسوي لي سرطانات، أوكي. فهي UV الأشعة الفوق البنفسجية هي كلش واحدة من محفزات سرطان الجلد. هنا يقول ان الاشخاص اللي معرضين لهيك نوع من الامراض مثال عليه الفشرمان اللي هم الصيادين agriculture workers اللي هم المزارعين، هذول لانهم على طول يشتغلون تحت الشمس تقريبا طبيعه عملهم، فهم يكونون معرضين لهيك نوع من الاشعه. هذا هنا يقول UV light has even shorter wavelength. أكو في شيء اسمه الطول الموجي، الطول الموجي هي طول موجة الضوء. هنا ال UV الطول الموجي مالته شوي shorter أقصر. إحنا عرفنا إنه طاقته، شوفوا طاقة ال UV هي أعلى من ال visible وأعلى من ال IR، أعلى من الاعتيادي الضوء الاعتيادي أو المرئي والأشعة تحت الحمراء. زين الطول الموجي بالعكس، الطول الموجي مالته أقصر من هذني. طول الموجات مالته شوف هعلمكم إن شاء الله، كل ما قصرت الموجة كل ما كانت طاقتها أعلى. يعني مثلا أنت شغلة هلقد طولها وهلقد طولها، الطاقة إذا توزعت على هذا راح تصير أعلى لو أقل؟ لا طبعا راح تصير أقل من هذا، فالشغلة كل ما يقصر طولها كل ما تزيد طاقتها. فلذلك هنا الطول الموجي مال تشبي الطول الموجي مال الأشعة الفوق بنفسجية أقصر من الاعتيادية والتحت حمراء. هذا الكلام هيك يعني أنا ما أشوف فيه فائدة لكم. يقول اليو ذي ما نقدر إحنا نشوفه. ليش؟ لأنه هنا أنا مباشر بما أنه هو الطول الموجي مالته قصير، وراح يتم امتصاصه مباشرة من قبل العين نورتينا من الشبكية مال العين، لذلك احنا ما راح نشوفه تقريبا. هسه نجي IR rays not usually hazardous even through they are focused by cornea and lens the eye onto the retina however looking at the sun through filter. يقول لنا أشعة تحت الحمراء غالبا ما تكون خطرة مثل الفوق بنفسجية. هنا يتم التركيز عليها من القرنية مال العين. انتو عندكم هنا أجزاء بالعين، هذه العين أكو شيء اسمه قرنية العين، قرنية قزحية، هذه كلها شنية أجزاء العين. كيف هنا يتم التركيز عليها من قبل قرنية العين؟
وبعدها راح يدخل إلى الشبكية، إلى هو الجزء الداخلي من العين، ويتم تصفيته. أوكي. Through filter plastic sunglasses that removes from visible light and allows most IR. يقول طبعا هنا تدرون احنا هاي تحت الحمراء يعني نقدر نتخلص من عدة شلون، على طريقة من نظارات الشمس. نظارات الشمس انت من تلبسها ما راح يعني مرات واحد شوية يكون الضوء قوي فيقوم عينه تواجعه وما يقدر يبواع، فمن يلبس هاي المناظر الشمسية عادي يقدر يقوم يبواع. ليش؟ لانه هي هذه النظارات راح تصفي هذه الأشعة تحت حمراء وبعد ما تخليها تدخل للعين بيصير الموضوع طبيعي. هنا طبعا انه الأشعة تحت حمراء طول الموجي مالتها يكون كبير، الويف لينث مالتها يكون كلش طويل، يعني طول الموجي اعلى من الضوئي، يعني اعلى من المرئية واعلى من الفوق بنفسجية، ونستخدمها لأغراض علاجية. زين هسه احنا عندنا نوعين، نوعين من الأشعة تحت الحمراء هنا اللي هو الرفلكتيف والإمسيف. الرفلكتيف اللي هي الانعكاسية تقريبا، ويفلينث الطول الموجي مالتها من 700 إلى 900، وهذه نشوفها بالفينس. هذه أنا أقدر من خلالها الأشعة أشوف الأوردة داخل الجلد، يعني أنا من أصل غض الضوء على الجلد أشوف من خلالها الأوردة. زين الإمسيف، الإمسيف اللي هي نستخدم الموجات الحرارية از لونج. هذه طبعا هنا الامسيف هذه على مود نقيس من خلالها درجة حرارة الجسم ونسميها ثيرموغراف. بس الرفلكتيف هي اللي نشوف من خلالها الأوردة، هذه لا، اللي نشوف من خلالها شنو؟ اللي نشوف من خلالها درجة حرارة الجسم. نجي على الليزر، أهم تطبيق طبعا والكل يعرف عليه اللي هو شنو الليزر. الليزر هو شنو؟ هو عبارة عن حالة انتقال للطاقة from higher to lower energy. احنا انتقال الطاقة من الأعلى مراتب إلى الأقل مراتب. يقول ان عملية الإمشن، عملية نقل الليزر هنا أو عملية نقل الطاقة تتم على two steps، على خطوتين، spontaneously emission or stimulated emission. هنا الانبعاث مالتي راح يتم على مستويين، سبوتانيوسلي اللي هو العفوي، الستيميليتد هو المحفز. فعملية انتقال الإلكترونات من المستوى العالي إلى المستوى القليل تتم على شنو؟ على خطوتين. سبوتانيوسلي إميشن the photon is emitted. هسه إحنا ممكن أن يتتم على خطوتين، نجي على السبوتانيوس اللي هو العفوي is random direction. هنا يتم الانتقال بطريقة عشوائية. أوكي. Without external provocation، يقول من دون ما يصير أي استفزاز خارجي أو تأثير خارجي، لا هو ينتقل من طاقة مكان عالي إلى طاقة مكان واطئ بدون أي تأثير خارجي. Stimulated لا، Stimulated أوكي هو همين راح ينتقل من العالي إلى الواطي، لكن شنو هنا راح يصير؟ أكو تأثير خارجي، أكو تأثير من طاقة خارجي. زين The operation lasers. هنا عندنا يقول يعتمد تشغيل الليزر على خصائص اللي هي one proton goes and two photons come. هنا أكو خصائص، يقول فوتون يروح يجي مقابله فوتونات اثنين، هذا مبدأ. أوكي مبدأ إنه من خلاله يصير أو انتقال الفوتونات. وهذا طبعا مبدأ مفيد كلش بعملية الراديشن اللي هو الإشعاع. The emitted photon travels same direction of incoming photon. احنا مو قلنا اكو فوتون واحد يجي مقابل اثنين، يقول هذا اللي رايح يمشي بنفس الاتجاه، يعني نفس المسار تقريبا. شوف شلون رسمته، هيجي وهيجي اللي يجي بي الفوتون اللي جاي. هذه نقطة مفتشة. يعني هذا أنا الكلام ما أشوف فيه صراحة في شيء مهم، إنه هذا دي أقولكم إحنا الطاقة نستعملها بكذا وكذا وكذا، ما أشوف صراحة بفد شيء مهم هنا. أنا بس المهم إنه تعرفوا لي، شوفوا لي هنا أنا شلون تنتقل الإلكترونات من المستوى العالي إلى المستوى القليل، وهنا أنا شلون تصير بالعكس. هنا هاي بعد انتقال، هذا ما بفد شيء.
نجي على الخصائص الفيزيائية للليزر. هنا يقول الليزر focused on a spot only few microns in diameter. هنا يركز لي على الفيو مايكرونز دايميترز، يعني هنا يكون القطر مالته شنو قليل نوعا ما. هذا الليزر بيم. هسه انتم هنا مثلا عندكم الليزر، اوكي ليزر بيم، ليزر بيم اللي هو شنو؟ ليزر بيم هو اللي هنا يكون بهالشكل، هذا يكون مالته القطر شنو قليل نوعا ما. كل ما يدخل للعين، كل ما يتعمق اكثر بالعين، القطر مالته يكون اقل. يقول هنا الليزر الكون هو يستخدم للطب، يعني مثلا من خلال العمليات الجراحية مال العين، نستخدمه مثلا على الجلد، إزالة الشعر وغيرها من الأمور. فلاحظوا انه اكو بفد عيب انه هو يصير به ارتفاع بدرجات الحرارة. فالليزر كل ما ترتفع درجة الحرارة كل ما ممكن انه هو يضر جسم الإنسان. وهذا كل شيء كان يخص مالتنا المحاضرة، أتمنى أن تكونون استفاديتم من عدها.